ثلاث أوقات بتحتاج فيهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عند الدعاء سيدنا أبو سليمان الداراني أحد كبار الصالحين يقول لك: من أراد أن تستجاب دعوته فليبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو، ثم يختم بالصلاة على النبي، فإن الله يقبل الصلاتين والله أكرم من أن يرد ما بينهما، يعني من دعائك. فوانت بتدعي ربنا ابدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واختم بالصلاة على النبي. من الأوقات المستحبة فيها واللي انت محتاج فيها تصلي على النبي وقت الهموم والتحديات والمشاكل. لما سيدنا أبي بن كعب قال لي سيدنا رسول الله: أجعل لك صلاتي كلها، أجعل ذكري كله صلاة على النبي، قال: إذا تكفى. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. ما تنسيوش بقى، عايزين نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، واللي اول مره تشوف قناتي يا ريت تنوريني وتشتركي فيها. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على حبيبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى بصوا، بيبقى اكتر يوم متعب بالنسبه لي في الاسبوع اليوم بتاع التسويق دوت. انا بقيت اجيب حاجاتي بالاسبوع، يعني بجيب الحاجه اللي هتكفيني اسبوع، وقبل ما بنزل ببقى عارفه انا هجيب ايه بالظبط، وببقى عارفه اللي انا هعمل طول الاسبوع ده اكلات ايه، مرتباها عشان انزل على اساسها اجيب الحاجه. الاول رحت السوبر ماركت، جبت بقى منه ايه، جبت منه طبق بيض ابيض. الطبق بيض الابيض عامل 100 جنيه في الجمله، وجبت كمان الكوفي ميكس في الجمله. عايزه اقول لكم غالي، يعني نزلت الاسبوع ده لقيته غالي، بقى ب 40 جنيه. وقال لي، قلت له ليه كده، انا لسه جايباها ب 32. قال لي لا، الكرتونه زاد عليها 100 جنيه. تمام. وجبت للبنات النوتيلا ديت، العلبه الصغيره دي عامله 25. وجبت كمان اللبن اللي اسمه جوي دوت، الكيس ب 11 تقريبا. وجبت كمان الرز دوت روعة، ده عامل 20 جنيه، الرز سعره رخص. وجبت بقى الفانيليا، وجبت كمان الدقيق بتاع لمتنا ده عامل 17 جنيه. فجبت الحاجة اللي انتوا شايفينها ديت من الايه، من السوبر ماركت. تمام. وبعد كده وديتها على البيت، ونزلت تاني على السوق عشان خاطر اتسوق بقى الخضار والفاكهة واللحوم اللي انا عايزاها. طيب جبت ايه بقى؟ جبت الطماطم، الطماطم غليت بقى الاسبوع دوت، الكيلو وربع ب10. وجبت كمان الخيار، الخيار برضو سعره رفع بقى ب15 جنيه. وجبت كمان الجزر، الجزر ب10 جنيه. يعني الخضار يعتبر اللي انا لقيته غالي قوي الاسبوع ده وسعره رفع جامد. العنب كان ب15 زي ما هو. تمام. جبت كمان مانجا، المانجا زي ما هي ب20، المانجا السكري ب20. انا بحب اللي انا اجيبها للعصير على طول. بصوا في الحر ده وفي الفرهده دي ما بعرفش اقطع العصاير يوميا من البيت عندي، اللي هو لازم عصير بقى طبيعي مع حاجه ساقعه، مع ممكن اجيب مثلا التانك، ممكن اجيب اللي هو اي حاجه كده. والليمون برضو بقيت اعمل الليمون كمان ايه، عصير ليمون كده، مع واجيب تلج كده من الفريزر واحطه ليمون بالنعناع، بيبقى بصوا تحفه جدا، بيفرفش وينعنس كده حلو قوي. الليمون كان بكام تقريبا؟ الليمون كان ب20 تقريبا. جبت كمان لحمة مفرومة، جبت اللحمة المفرومة على 220. جبت كمان الكبدة، الكبدة النص كيلو ب65 جنيه. جبت البانيه، البانيه النص كيلو على 80. جبت نصين كده بانيه، نص على 80. كنت انا بقى مرتبة اللي انا اعمل ايه بقى. وجبت كمان معجون الاسنان كله صب الصغير ده ب10. وجبت كمان الليدر، الكيس دوت ب20. يعني بصوا الحاجة اللي انا محتاجاها اللي هتكفيني بالظبط اسبوع بقوم جايباها وريح نفسي بقى. بصوا انت اساسا لما بتنزلي السوق كل يوم انت بتصرفي وبتهلكي صحتك وبتهلكي الميزانية، فلا جمعي حاجتك كده بالاسبوع، لان بصي مش في الصيف وفي الحر الحاجة بتبوظ وبتضرب عندك في التلاجة، فمش هتقدري تجيبي بالشهر، فخليكي بالاسبوع كده والحاجة تبقى عندك صبحة اول باول. جبت كمان اكلة سمك كده، تقريبا السمك الكيلو على 85 تقريبا. جبت كمان سمك، وكان عشان السمك كان كبير فهي قطعته لي بالنص كده، شقته لي بالنص، بيبقى تحفة قوي يا جماعة. بصوا خليها تشقه لك كده وقليه، بيبقى خفيف قوي، اللهم بارك في الاكل، وكمان بيبقى مقرمش زي الجاهز اللي بره. تمام. ديت الحاجة اللي انا اتسوقتها. كنت ناوية بقى اكلات ايه للاسبوع دوت؟ انا كنت ناوية على اكلة سمك، وكمان على اكلة مكرونة بشاميل وبانيه، والباقي بقى ايه، الاكلات السريعة زي ايه، زي مكرونة وبحمر وجنبها بطاطس، زي ممكن كشري، زي شكشوكة وتونة، الحاجات ديت. فهم اكلتين فيهم لحوم، والاكلتين التانيين كنت عاملاهم
اه وكمان كنت هعمل مكرونه بالوايت صوص، عشان كده جايبه نصين بانيه. كنت هعمل كمان مكرونه بالوايت صوص، فدي الاكلات اللي انا كنت كان عندي المكرونه الشرايط جايبها من الهايبر، جبت لها بقى الايه البانيه. فدي الاكلات اللي انا مظبطاها للاسبوع ده، وعلى اساسها نزلت اشتريت الحاجه اللي انا محتاجاها. هبتدي بقى ان انا اغسل الخضار كده واحطه في المنظمات، واحطه بقى في الايه في التلاجة. حاسه المنظمات بدات تاثر معايا عندي، عشان احطه بقى في دولاب الخزين وفي دولاب المنظفات وفي التلاجة. فقلت بقى ايه لما انزل يعني في اي وقت هبقى اشتري منظمات يعني تاني وكده. تمام، هغسل كمان بقى الطماطم اللي انا جبتها بقى وايه وهعينها. تعالوا بقى واحنا شغالين كده حابه اتكلم معاكم شويه ازاي تكوني مبسوطه في حياتك. بصوا دايما السعاده ديت بتيجي من الرضا. لو انت راضيه عن كل حاجه ربنا قسمها لك هتعيشي مبسوطه في حياتك. لو انت راضيه عن زوجك، لو انت راضيه عن ولادك، لو انت راضيه عن البيت اللي انت قاعده فيه، لو انت راضيه عن كل حاجه ربنا كرمك بيها هتكوني مبسوطه. ما تقارنيش افعال زوجك بحد، ما تقارنيش اولادك باولاد حد، ما تقارنيش شكل بيتك بحد، ما تقارنيش حد جاب وحد سوى وحد روح وحد عمل بحياتك تماما. ما تركزيش اساسا في حياه حد، خليكي بس مركزه مع بيتك مع زوجك مع اولادك. طوري في تربيه اولادك، طوري في كل حاجه اولادك بيعملوها، طوري في عيشتك، طوري في شكل بيتك. ما بصي خليكي كده دايما اعرفي ان ربنا يعني مدينا حقوقنا كلنا كده تالت ومتلت، وان ربنا يعني ايه يعني مقسم الارزاق كده علينا كده، وكل واحد واخد رزقه في حاجة. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية عشان تعيشي مبسوطة، تعالي كده بصي اخر اليوم كده وقعدي كده في البلكونه كده وشمي الهوا النقي بتاع بالليل دوت كده، واعملي كوبايه شاي بالنعناع وبعدي عن ماسكه التليفون تماما. اقعدي صفي ذهنك كده وفكري في كل الاحداث اللي دارت في اليوم، وشوفي انت غلطتي في ايه، شوفي ايه اللي حصل، شوفي لا انا كان لازم اعمل كذا. مش عيبي اللي انت تقولي ان انت غلطتي، مش عيبي اللي انت تقولي لا انا كان المفروض اعمل كذا، لا انا هعمل كذا كده. اقعدي صفي ذهنك كده لوحدك كده بعيد عن دوشة اليوم كلها وكل اللي حصل في اليوم، وقعدي شوية كده مع نفسك. تمام، من الحاجات برضو اللي هتخليكي مبسوطة اللي انت تحلمي. احلمي بكل حاجة نفسك فيها كده، واكتبيها كده في اجنتا كده، وقولي ان نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي في كذا، وابدأي بالاحلام البسيطة حققيها، وخلي الاحلام الكبيرة شوية في الاخر. صدقيني لما تكوني انت شخصيه متفائله كده ودايما عندك تفاؤل كده، تفائلوا بالخير تجدوه، صدقيني ربنا هيكرمك بيها. صلي وادعي وتاكدي ان انت طول ما انت بتصلي هيبقى قلبك كده مرتاح، وهتبقى عندك طمانينه كده. فاحلموا، والاحلام حلوه قوي. طول ما انت بتحلمي تحسي ان انت عايشه على امل كذا، انا عايشه على امل ان انا احقق كذا، انا عايشه على امل ان انا اعمل كذا. كافئي نفسك بحاجات، يعني تعالي كده كافئي نفسك بقلم روج، كافئي نفسك مش عارفه بايه في الميك اب كنت كان نفسك فيه، بجامه حلوه. كافئي نفسك، بصي ما تستنيش حاجه من حد، انت اسعدي نفسك بنفسك. من الحاجات برضو اللي هتبسطك قوي التسامح والتغافل عن بصوا عن تصرفات الاخرين. اللي انت تتغافلي كده عن كل حد بيأذيكي، او ان انت بتتغافلي عن تصرفات اي حد بيضايقك، او اي حد بيعكنن عليكي، او اي حد بيحاول ان هو يحرق دمك تتغافلي عليه، صدقيني دي كبيرة جدا عند ربنا. اللي انت هتاخدي حقك في الاخرة، اعرفي ان انت يعني كله عند ربنا. عملتي خير وزرعتي خير، ربنا هيديكي الخير دوت اضعاف في اولادك في بيتك في ليكي، هيكرمك. بصي يعني سبحان الله، زرعتي شر، الشر ده هيرجع لك برضو، الشر ده برضو بيرجع لك انت، بيرجع لك في عيالك، بيرجع لك في بيتك، برضو بيرجع. فالحاجة اللي انت بتزرعيها بترجع لك تاني، يعني سبحان الله. يعني ربنا هيديكي على قد نيتك. انت زي ما قلت لك تغفلي عن كل التصرفات اللي حواليك بيعملوها، او اي حد قاصد ان هو يضايقك او اي حاجه، تغفلي عليهم كانك مش شايفاهم، ما تركزيش اساسا معاهم. صدقيني اكتر ناس اساسا بتبقى مبسوطه في حياتها هي الناس اللي بتتغفل عن تصرفات الاخرين، والناس اللي بتتسامح. بصوا انا عملت ايه الاول. بصوا انا جبت النسكافيه اللي هو البلاك دوت
النسكافيه اللي هو العادي دوت، برطمان النسكافيه العادي ده كان عامل 45 جنيه. جبت البرطمان بالظبط على قد مج كده، وقصاده مج من السكر، وقصادهم كده فنجال او نص كوبايه من الميه، تمام. وضربت بالمضرب كل الكلام دوت. عايزه بقى اعمل رغوه نسكافيه حلوه كده جامده زي الكافيهات، لاني بصوا احنا لما بنروح التدريب مع البنات بنشربه هناك. فقلت لهم لا 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 لا، انا مستحيل انا اشربه بره، ده انا بعمله في البيت احلى من اللي احنا بنشربه في دوت في الكافيه ده بكتير. فروحت بقى قمت جايباه وانا راجعه، وقلت لهم والله لو اوريكم، فجبته وعملته. بصوا تحفه جدا والله، في حاجات الواحد بيعملها في البيت احلى من اللي بره بكتير قوي. فعملت كده مجان كده، جهزتها كده، والرغوه دي بضربها كتير قوي لغايه ما احس ان هي وصلت كده ونفخت كده ووصلت للقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بتفضل تفتحي في اللون معايا لغايه ما توصل للون الجولد ده. هي بحطها في الفريزر ما بتجمدش ولا اي حاجه، وبطلعها بسخن اللبن واحط عليها واقلب الرغوه واحط على الوش حبه من النسكافيه كده كتزيين. وزي ما قلت لكم هي بتبقى ساقعه ولا اي حاجه لما انت بتعمليها، عادي بتبقى نسكافيه وسخن وكل حاجه، بس جميله وتحفه جدا اكنها زي بتاعه الكوفيهات. حلوه وموفره، تحطيها في الفريزر وهتطلعي حبه تعمليها بنص لبن ونص ميه. لو حبه توفري في اللبن تمام ماشي، مش حبه هي عامه يعني، هي هتقعد معاكي حبه حلوين كده في الفريزر وتطلعي منها بقى ايه تشربوا. بس عايزه اقول لكم بقى ايه، احنا هنا كلنا ايه حريقه في الحاجات دي. فبطلع بقى كده وبعمل المجات كده باللبن زي ما انتوا شفتوا. طيب كان فيك برضو كده، بص الاول اللي انا هعمل النهارده على الغدا سمك، هتبل بقى السمك كده، عملت له التتبيله الحلوه ديت، وهبتدي اللي انا اتبله كله كده. تمام. وهعمل بقى جنبه شويه رز وسلطه كده، وده يبقى الغدا بتاعي. طيب كان في برضو حاجه كان ناقصاني اللي انا اقول لكم، ان انت ازاي تعيشي مبسوطه وسعيده في حياتك. دايما بصي ابعدي عن كام شخصيه كده اللي هم بصوا يعني هيأذوكي في حياتك. ابعدي عن الحسوده، ابعدي عن المنافسنه، ابعدي عن المحبطه. عارفين انتوا الشخصيه اللي تقعدي معاها هتحسي ان هي بتديكي الدنيا سواد، وان الدنيا بلاك في حياتها، وبيحصل كذا وعمل كذا، ولا ده الدنيا راحت في داهيه، ده الدنيا حصل فيها مش عارفه ايه، ده ديت بتعمل لي ايه، ده ديت. عارفين انتوا الشخصيه ديت، عارفين الشخصيه اللي دايما شايفه الدنيا سويت، حتى لو ربنا كرمها في حاجه، حتى لو برضو مش يعني اكيد مش الدنيا كده دايما. عارفين انتوا الشخصيه دي، بحيثي عنها دي الشخصيه دي يعني هتحبطك وهتخليكي بصي تخليكي يعني تديكي طاقه سلبيه معاها. بعيدي عن خليكي دايما مع الناس الايجابيه، الناس اللي بتقول كلام حلو. انت كمان خليكي شخصيه دايما ايجابيه، خليكي دايما شايفه الدنيا حلوه، خلي احلى كلام يطلع من لسانك، خلي كده اللي يقعد معاكي يبقى حابب قعدتك كده وحابب كلامك. لا ده يعني خلي كده ان انت اللي تقعدي ما تحسي ان هو مبسوط بقعدتك وعايز يقعد معاكي ويتكلم معاكي. قد ايه بتبقي يعني محبوبه، طول ما انت محبوبه طول ما انت هتلاقي الناس بتصاحبك وهتلاقي الناس بتقرب منك عشان خاطر لسانك الحلو دوت. فخليكي الشخصيه ديت اللي هتخليكي بصي يعني هتخليكي تقعي في ناس زيك كده، ناس ايجابيين زيك كده، ناس كلامهم حلو زيك كده، فاهمين قصدي؟ بصوا بقى انا عملت ايه في الغدا، عملت ايه؟ تبلت السمك، وابتديت اللي انا بقى اعمله بالدقيق كده، وعفره بالدقيق واقلي في الطاسه السمكتين كده قصاد بعض، تمام. والناحيه التانية حمرت بصل، وهعمل بقى رز صياديه. انا بعمل بقسم اكله السمك ديت على يومين، نص السمك بعمله النهارده والنص التاني بعمله تاني يوم، بسيبه بتتبيلته في الفريزر في التلاجة، وايه واعمله بقى ايه على تاني على يومين، تمام. عايزه اقول لكم بقى بصوا النور بقى يقطع عندنا بقى بمواعيد، يعني ما بقاش زي الاول اللي هو كل شويه يقطع والكلام ده، لا بقيت خلاص انا عارفه المواعيد بتاعته، المواعيد بتاعته فخلاص ببقى عامله حسابي ان الساعه دي بتقطع، بس بيغيروها كل اسبوع، كل اسبوع بيغيروا الميعاد. يعني الاسبوع اللي فات كان بيقطع بالليل، الاسبوع ده بقى يقطع بالنهار. بصوا بقى انا عملت ايه، انا سبت بقى الاكل في على البوتاجاز بيتعمل، وجيت هنا على الرخامه مطرح بقى السمك وتنظيف السمك ومطرح الخضور اللي انا اتسوقت، والليله اللي انا كنت عاملاها دي كلها ما بعرفش بص اقف في مكان مش نضيف، بحس ان انا والله العظيم بفرك كده في المكان. انا لو قاعده في حته وشايفه حاجه حواليا كده فيها مش نظيفه، فيها دربكه، فيها كركبه، بصوا ما بعرفش اقعد والله العظيم، بحس ان الحاجه دي بتاذيني نفسيا وبتاذي عيني.
غيروا في شكل بيتكم، غيروا في شكل حياتكم. خدي عيالك كده وخرجي سهري بره، خدي عيالك وتعالوا اتمشوا كده بالليل، خرجوا سهروا في النادي، اتمشوا في وسط البلد بالليل، اعملوا اي حاجه كده، اطلعوا عن المألوف كده. الشتا داخل علينا وبعد كده مش هنروح ومش هنيجي، اعملوا اي حاجه كده، تغيروا وكسر الروتين. يعني بصوا الفتره بتاعت الصيف ديت بتبقى بتحسي كده ان انت مفيش طاقه لاي حاجه من الحر، لا انت خلي كده الطاقه، اعملي كل حاجه انت عايزه تعمليها بالنهار، لان ده الوقت اللي انت بتبقي مشحونه فيه طاقة ولسه صاحية وفيكي طاقة. فاعملي حاجات كتيرة الصبح وتعالي على بالليل بقى كده، خدي عيالك وتمشوا، اعملي حاجة حلوة كده وقعدوا في البلكونة، اكسري الروتين بتاعك والملل بتاعك بأي حاجة انتي تطلعك من المود اللي انت فيه، فاهمة قصدي؟ بصوا بقى عملت سيرفيس سمك جمدان، وحياة ربنا جمدان، والرز بقى بالبتاع والسلطه الخضراء، الرز الساده والسلطه الخضراء، تمام. جيت بقى ايه، اعمل العصير بعد الغداء. انتوا عارفين بقى انا في الصيف مقضيها عصاير اشكال والوان، يعني مانجا اعمل تانك، مش عارفه عندي جوافه اعمل، مش عارفه. جيت اعمل العصير، ببص لقيت لك الخلاط مش راضي يشتغل ومعرفش جراله ايه. ناديت لجوزي وريتهولي، قال لي ده باظ خالص، والبتاعه اللي تحت اللي انا وريتها لكم دي اتخلعت. طيب هنعمل ايه؟ هو طبعا تورنيدو، فانا دخلت على شركه العربي، حاولت ان انا اشوف القطعه ديت موجوده، لقيتها ان هي اساسا يعني مش موجوده في الصفحه بتاعتهم. نزلت، بصوا في نفس الوقت الخلاط ده انا ما اقدرش استغنى عنده، نزلت الفرع بتاع توشيبا، قال لي لا ده مش موجود عندنا، لازم تنزلي الفرع بتاع شارع شبرا عشان هو اللي موجود فيه. فروحت بقى محل عادي بتاع القطع الغيار بتاعه الاجهزه الكهربائيه، رحت له قال لي بصي انا عندي دوت. بص هو قال لي ايه، قال لي ده خلاص مش هينفع يتصلح، انا على اساس ان هو يصلحوا لي او حاجه خدته معايا، قال لي لا مش هينفع يتصلح خلاص. إيه طب ايه العمل؟ قال لي طب انا عندي دلوقتي نوعين نفس الشفشق دوت، عندي الاصلي وعندي الاصل بتاع الشركه العربي، شركه توشيبا العربي، وعندي التاني اللي هو التقليد. قلت له طيب تمام ماشي خليني في الاصلي. قال لي بس عايزه اقول لك حاجه، انت لو خدتي الاصلي هي وقت ما يبوظ زي كده والبتاعه اللي تحت دي تتفك مش هتتركب زي الاصلي اللي عندك كده، لما البتاعه اللي فيه اتفكت انت مش عارفه اركبها لك ومش هتتصلح، فخليكي في اللي هو التقليد او التاني دوت لوقت ما البتاع اللي تحت دي تتخلع او يجر له اي حاجه بيتصلح عادي وكده. فقلت لا، وانا اجيب حاجه غاليه، الاصلي كان ب 300 والتقليد كان ب 170، قلت طب انا اجيب حاجه غاليه وفي الاخر اي حاجه يعمل زي كده هفضل اشتري كل شويه وهيبوظ، ولو البتاع دي اتخلعت مش هيتصلح وكده. فقلت له لا هات ابو 170، كان اسمه تقريبا الشروق، جبته وزي ما انتم شفتوا كده معاه الكرتونه بتاعته كده، وجربته معاكم في العصير التانك، اللهم بارك اشتغل وكان حلو جدا، تمام. بعد بقى اخر اليوم كده بجمع بقى المواعين بقى بتاعت الفطور وبتاعت الغدا وكل الحاجات دي، وبرصها بقى في الغسالة. دايما بحب ان انا ارص الكوبايات والمجات في الاول كده، وعلى في الجوانب المعالق والشوك السكاكين الحاجات دي، تمام. برص بقى الكوبايات، يعني انت دايما كده جمع المواعين كده كلها مره واحده كده، اللي هو ايه عشان اشغل الغساله في اخر اليوم ايه على المواعين كلها يعني، وارتاح منها مره واحده، يعني مش هفضل بقى اللي هو كل شويه لا بحب بتوع الفطور حبه بتوع الغدا لا العشاء، لا اخر اليوم بجمع الدنيا كلها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بكون مسحه الاطباق عشان ما تسدليش الفلتر بتاعي بمنديل كده، وانا واقفه بعد الغدا اقوم بالمنديل بتاع المطبخ اقوم مسحه كل الاطباق، وزي ما انتم شايفين كده رصوها في الغساله، تمام. اشطف الحاجه او بصي بس هو يعني ايه عادي، عايزه تشطفي الحاجه اشطفيها، عايزه اللي هو تمسحي بالمنديل وتحطيها تمام، ايه اللي يريحك، اهم حاجه بس اللي انت ما يبقاش فيه بواقي اكل عشان ما تسدش الفلتر وكده، تمام. رصيت بقى الاطباق فوق زي ما انتم شفتوا كده، وتحت بقى الحاجات الايه اللي هي الكبيره شويه، عندي حلل برصها تحت، عندي مثلا اطباق بلاستيك كبيره سرافيس زي كده مش عارفه ايه بقوم رصها تحت. انا بحب بصراحه ارص المعالق في الحته اللي انتم شفتوها دي، السله اللي انتم شايفينها دي برده بتاعه معالق، لو حابه اللي انا احط فيها معالق احط، تمام. حطيت بقى اطباق بلاستيك تحت كده وسرافيس، وبقيت الاطباق كمان هي اترصتها تمام، وبحط بقى كده حوالي معلقه من الشاي الصغيره من المسحوق لودفيك، انا بستخدم اللي هو اللودفيك حلو جدا وموفر اللي هو بيقعد معايا مده طويله، تمام. وبشغلها بقى على البرنامج 50 دقيقه، بيطلع لي بصوا الحاجه يعني على درجه حراره حلوه والحاجه سخنه ومتعقمه بس كده. ده كان اليوم بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، باي باي.